لماذا لا نستطيع التحرك بسرعة الضوء؟ بداية من العالم أينشتاين الذي وضع النظرية النسبية، وضع القانون الذي يربط الكتلة بالطاقة E تساوي M مضروبة ب C مربع. هذه هي المعادلة الشهيرة للنظرية النسبية، حيث أن E هي الطاقة، M هي كتلة الجسم، و C هي مربع سرعة الضوء. علما أن C سرعة الضوء هي 300,000 كيلومتر في الثانية، وطبعا هذا الرقم هو في الخلاء ويختلف من وسط إلى آخر حسب الماء أو جسم صلب أو شيء آخر. نعود لمعادلة أينشتاين، E الطاقة تساوي كتلة الجسم مضروبة بمربع سرعة الضوء. فلنفترض أننا أتينا بسيارة ونريد أن تتحرك هذه السيارة بسرعة الضوء. حتى تتحرك السيارة تحتاج إلى طاقة، هذه الطاقة تتحول إلى طاقة حركية، وبالتالي تتحرك هذه السيارة بشكل سريع، وكلما كانت الحركة أسرع تكون الطاقة الحركية لديها أكبر. ولكن حسب المعادلة اللي هي A تساوي M مضروبة ب C مربع، الطاقة تضاف إلى الكتلة. نلاحظ أن C هي سرعة الضوء، رقم ثابت لا يتغير، فكلما زادت الطاقة E تزداد الكتلة M لأن التناسب بينهما طردي، فكلما زادت سرعة السيارة تزداد الطاقة الحركية وبالتالي سوف تزداد الكتلة، أي أن كتلة السيارة سوف تزداد بازدياد سرعة السيارة. مثلا لو افترضنا أن سرعة السيارة أصبحت 30,000 كيلومتر في الثانية، السيارة تتحرك بسرعة 30,000 كيلومتر في الثانية، فإن كتلة هذه السيارة سوف تزداد بمقدار 0.5% من كتلتها الأصلية. وطبعا نستطيع حساب هذه الأرقام حسب كتلة السيارة وحسب التعويض بسرعة الضوء. وكلما اقتربت السيارة من سرعة الضوء طبعا سوف تزداد كتلتها وتصبح كتلتها أكبر فأكبر، حتى تصل إلى كتلة ما لا نهائية إذا وصلت إلى سرعة الضوء. وهذا الشيء طبعا مستحيل بالنسبة للإنسان أن يقوم بتحقيقه، لذلك لا يمكن لأي جسم أن يصل إلى سرعة الضوء لأن الكتلة لديه سوف تصبح لا نهائية مهما كانت كتلته صغيرة. علما أن الضوء عبارة عن فوتونات عديمة الكتلة، لذلك هي تستطيع التحرك بهذه السرعة الكبيرة.